بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعيني الأعزاء، أصدقائي بالقناة. أحب أشكر طبعا جميع الأصدقاء والزملاء، أخوان وحبايبي من البحيرة ومن الشرقية ومن جينا ومن سوهاج، من جميع محافظات الجمهورية اللي بيتابعوني وبدأوا يتفاعلوا معايا، وبدأنا إن شاء الله يبقى في علاقة ود كده وصداقة. شكرا جزيلا ليكم، وان شاء الله يا رب اكون عند حسن ظنكم، وان شاء الله هنكمل مع بعض البرنامج في القناة ده ان شاء الله لحد ما لا نهاية، يعني عشان الناس كلها ان شاء الله تستفيد من الموضوعات اللي احنا بنعرضها. طبعا دي لجنة تحصين ضد مرض الطاعون والمشترات، لسه احنا شغالين فيها لحد الان. طبعا بنتحرك من مكان لمكان، يعني ان شاء الله يعني بندور حتى في الصحراء، ما بنسيبش مكان لو عرفنا ان في قطيع بنروح لصاحب القطيع وبنقنع بالتحصين، لان في ناس برضو لحد الوقت ما عندهاش ثقافة التحصين للأسف، يعني وما بتعرفش غير بعد ما تتضر او القطيع بتاعها يتضر للأسف. احنا بنوصل لحد عندهم ونقول له في تحصين كذا وفي كذا وفي كذا، في حمى قلعية كل 4 شهور، في طاعون مشترات مرة في السنة، في جدري أغنام مرة في السنة. حاول يا اخوانا انك انت التحصين احسن من انك انت تستنى لما يجي المرض. للأسف لما يجي المرض بتصرف مصاريف كتيرة، وممكن الحيوانات كتيرة تنفق منك، بالذات الرضيع الصغير، فالوقاية خير من العلاج في موضوع التحصينات ديت. فطبعا احنا ان شاء الله يعني باذن الرحمن 15/11 هنبدا تحصين حمى قلعية. عايز الناس تبقى صاحيه وواعيه، وكله انت يعني حتى لو الوحده بعيد عنك، لان احنا طبعا ما عندناش كوادر دلوقتي بالنسبه للطب البيطري، لعمال ولا معاونين. تقريبا الوحدات كل وحده فيها طبيب بيطري واحد، فمعلش اتعب انت عشان تخاطر مالك ويوصل لحد الطبيب، وخده في عربية مش هيتأخر ابدا، انا متأكد من الكلام ده. عمر ما في طبيب هيتأخر عنك ابدا، وهيروح ويحصل لك المواشي بتاعتك، وحط اجندة عندك في المزرعة، اكتب فيها تاريخ التحصين بتاع الحمى الكلعية وحدي، تاريخ التحصين بتاع جلد العقد وحدي، تاريخ التحصين بتاع طاعون المشترات، اعرف انت حصنت ايه وباقي عليك ايه. ده غير طبعا تجريع الديدان، ده غير الموت المفاجئ، ده بالنسبه لل بالنسبه للاغنام طبعا. فالحاجات دي مهمه جدا يعني. فاحنا طبعا انا متاكد زي ما قلت كده ان مفيش حد من الزملاء هيتاخر عنك ابدا في موضوع التحصينات يعني. فياريت الناس يكون عندها وعي اكتر من كده، وان شاء الله يوم 15/11 هنبدا تحصين ضد مرض الحمى الكلعية، وعايزين الكل ان شاء الله يحصن. طبعا الحمى الكلعية دي للكل، لاغنام والماعز والابقار والجاموس، انما طاعون المشترات دي اغنام وماعز بس. فطاعون المشترات اغنام وماعز بس طبعا. فالحمى الكلعية طبعا بيبقى الجرعة تقريبا هتبقى 22 جنيه للجرعة، 3 تحصينات، 3 جرعات او 3 شكات حمى كلعية وحمى وادي متصدع، وفي لقاح اتعمل جديد من العترتين اللي هم صابوا جمهورية مصر العربية الفترة اللي فاتت، فعملوا لها لقاح جديد هيبدأ ان شاء الله نبدأ تحصين فيه من اول 15/11. فياريت ما تستخسرش يعني، الواحد يدفع 25 جنيه في الجرعة احسن طبعا، هي مش 25 بس انا بفرضا مثلا يعني، احسن من الواحد يستنى من حيواني يعني بياخد 1000 جنيه ويصحى ما يصحاش. طب وانا ليه يعني؟ عارف حتى الحيوان اللي منحصن بتجيجي الاصابة بتبقى ضعيفة فيه، بيعدي بسرعة، حتى بياخد علاج بسرعة وبيعدي. فخسارة قطيع زي ده طبعا احنا مشينا له لحد الصحراء عشان خاطر ان القطيع ده ما يتسافش، لازم يتحصن ضد مرض طاعون المشترات، وان شاء الله هنحصنهم حمى كلعية طبعا في 15/11 باذن الله. زي ما انتم شايفين الغنم حاليا بتاكل اي حاجة بتكفيها حاليا مع غلو الاعلاف، ربنا بصراحة يكون في عون الناس. انا مشفق على الناس بصراحة اللي عنده قطيع اغنام ديت هيوكله ازاي، لكن طبعا زي ما احنا قلنا كده ان ربنا ما بيسيبش حد. زي موضوع اعدام الكتاكيت طبعا، ده انا مش مع صاحب المزرعه
ولا ده حرام، يعني حرام حرام انك انت تعدم الكتكوت ديت عشان انت مش لاقي له اكل. هو ربنا بيرزق ما من دابة في الارض الا وعلى الله رزقها. لازم يكون عندك يقين في الله تعالى انك انت مش انت اللي هترزق الفرخة دي، او انت اللي هتجيب الرزق بتاع الحيوان اللي عندك ديت. هتقول لي خلينا واقعيين يا دكتور، يعني برضو ده علف وخد، يعني لازم يكون عندك مادة علف عشان خاطر تأكل حيوان. اكيد ربنا هيسرها، اكيد ربنا هيدبرها من اي طريقة باي طريقة. لازم يكون عندك يقين في الله تعالى ان مفيش حيوان هيموت من الجوع زي مفيش انسان ان شاء الله يعني هيموت من الجوع طالما بياخد بكل الاسباب. خد بكل الاسباب وتوكل على الله، ونتمنى يا رب يصلح حال البلد. ربنا ان شاء الله يصلح حالها يا رب، وتنزل العلاف تاني وتنزل الحاجات دي تاني. ففعلا انا حاسس بالمعاناة اللي الناس بتعيشها الايام ديت، وحاسس بالضغط اللي عليها، وطبعا صعبان عليا جدا تدني الاسعار بتاع الماشيه في السوق او في بالنسبه لعرض الاغنام او الحيوانات الكبيره، لان طبعا الاسعار دي مدمره بالنسبه للي بيربي او اللي عنده، يعني اللي اشترى حيوانات مثلا من 6 شهور وبدا يسمنها وعايز يطلع دلوقتي هيلاقي فعلا عنده خسائر طبعا كبيره بسبب الاعلاف الغاليه ديت وتدني اسعار السوق. فبصراحه يا رب يا رب ان شاء الله ان شاء الله يبارك لهم في مالهم ويعوضهم خير ان شاء الله، ونتمنى ان شاء الله الامور تكون احسن الفترة اللي جاية. طبعا في ناس قصدتني طبعا من بورسعيد ومن هنا من المنيا، وفي من جنة ان هم يشتروا اغنام. طبعا تم التواصل مع احد التجار اللي هم الامناء، يعني اللي انا بثق فيهم ان شاء الله، يعني يكونوا عند حسن ظننا. وصلتهم ببعض وان شاء الله يحاول يسفر له كميه الاغنام اللي هو محتاجها، وتكون يعني على حاجه تشرف باذن الله. يعني برضو الاستاذ محمد من المنيا برضو عايز يعمل مشروع تسمين اغنام وقوامه 150 خروف. برضو وصلته بتاجر امين، وان شاء الله يحاول يوفر له الكمية دي في اقرب وقت. وفي طبعا ناس بتتواصل معايا بعتلي صور لبطش جاموسي عمار مثلا شهر 40 يوم بالتاريخ بالشهادة بتاعته بيور ايطالي باسعار معينة ان شاء الله. برضو هنزلها لكم فيديو اللي يحب يشتري، وهنزل لكم رقم تليفونهم. طبعا الحمد لله رب العالمين من فضل الله بدأت القناة تاخد الوضع يعني العريض في جميع المحافظات الجمهورية، وده من فضل الله علينا يعني ليس الا. بشكر ربنا وبحمد ربنا على هذه الثقة اللي انا يعني ربنا اكرمني بيها في حضراتكم. فيا رب ان شاء الله نكمل مع بعض لحد الاخر، واي حد محتاج اي مساعدة انا تحت امره في اي مساعدة بيطرية او اي معلومة او اي استشارة اللي بيبعت لي خاص انا ان شاء الله ما بتأخرش الا لو كان عندي ظروف او في وقت مثلا ما شفتش الواتس، فسامحوني لو حد اخرت عليه في الرد يعني، لكن ان شاء الله مش هتأخر عن اي حد في اي حاجة. وان شاء الله ياريت كل اللي عنده اي حيوانات ان شاء الله راس واحدة يحصنها في الحملة اللي جاية، لان طبعا احنا داخلين على الشتاء وداخلين على الحمى الكولية اللي هي بتظهر كتير في الشتاء وبتضر ضرر شديد. كل النتائج بيحصل النفوق في الحمى الكولية، فانت ما تضحيش بالنتائج بتاعك عشان رسوم اي كلام. يعني روح للوحدة، انت مش لاقي الدكتور بيلف، روح للوحدة وخد اللقاح من الدكتور، او خد الدكتور نفسه يحصل لك مش هتأخر عنك، ودي الجرعة المظبوطة. وان شاء الله ربنا يعني ان شاء الله يكرمنا ونوصل لمعدل كويس بالنسبة للتحصين. وطبعا بيدي مناعة كويسة، التحصينات حلوة جدا وكويسة جدا. يا رب ان شاء الله نكون عند حسن ظنكم جميعا، واتمنى من ربنا سبحانه وتعالى ان القناة تكون استفدتوا بيها. وان شاء الله يعني طبعا دي برضو انا بحصن في بيت من بيوت احد المواطنين، الناس اللي انا بتعامل معاهم. طبعا انا ليا برضو زباين وليا شغلي، وانا بعشق الطب البيطري عموما، يعني ده حاجه في دمي من ساعه ما اتخرجت الحمد لله رب العالمين. انا بعشق الطب البيطري حاجه، يعني الشغل ده انا بوقف قدام الحيوان لا مؤاخذه يعني بحس ان الحيوان ده بيتكلمني عايز يقول لي هو عنده ايه يعني.
وتوفيق ربنا سبحانه وتعالى اولا واخيرا. يعني انا كل اللي انا فيه ده توفيق من عند ربنا سبحانه وتعالى، ولا انكر ذلك ابدا، ليس شطاره مني ولكن هو توفيق الله. فالحمد لله يعني الناس بتحبنا، الناس الحمد لله في ثقه في موده. الموضوع مش موضوع شغل بس، الموضوع ان انا الحمد لله انا اي بلد بنزل فيها بشتغل، اي بلد بنزل فيها من فضل الله بشتغل، في صله، في صله، في صله، في احترام، في تقدير، في حاجات كتيره اكتر من الشغل. يعني مش كل حاجه عندنا الشغل والفلوس، ايوه دي حاجات ضروريات طبعا، بس مش كل حاجه عندنا، مش هي الاساس يعني. فيا رب ان شاء الله نكون افدناكم في الفيديو ديت، واتمنى ان شاء الله نفيدكم اكتر في الفيديوهات اللي جايه. انتظرون ان شاء الله فيديوهات قويه جدا، وانا تحت امركم في اي استفسار. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته اصدقائي الاعزاء، والله صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. السلام عليكم.